طيب خلينا أخذ كمان مكالمة من الأخت نهال بعتقد من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت، تفضلي. ألو، مساء الخير يا حق الأسيس، بشكر حضرتك جدا وبشكر الدكتور يوسف رياض على أنه بجد موسوعة. يعني يعني عايزة أقول حاجة. طبعا هو الموضوع عن إيه اللي بيمتاز به يسوع عن الأنبياء الآخرين، خلينا نقولها بالمفتشر كده يعني. وحضرتك وفيت وكفيت، لكن من خلال معاملتي مع الإخوة المسلمين بيقولوا أنه حتى إقامة الموتى، حتى عندنا بطرس أقام طبيفة، بولس أقام أرتيخوس، أليشا حتى عظامه أقامت ميت. لكن أنا عايزة لو جاز لي القول يعني أضيف حتة صغيرة خالص، أن الوحيد الذي أقام نفسه هو يسوع المسيح. لأنه لما كانوا بيسألونه عن الهيكل قالوا له، فقال أنت بتقول أنا أهدم هذا الهيكل وأبنيه في 3 أيام. ولما سأله اليهود معقول ده يحصل في كل السنين دي اتبنت وانت بس بتقول في 3 أيام؟ فالكتاب بيقول لفظ دقيق جدا، بيقول أما هو فكان يتكلم عن هيكل جسدي. فالوحيد اللي أقام نفسه. سؤالي هنا يا دكتور يوسف، يا أخ يوسف رياض، تفضلي. لو بنقول ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد زي ما حضرتك تقدمت وقلت، يبقى اذا اعماله يجب ان تكون مختصة بالله، فهو فقط لي فقط الاعمال دي. فليه قال الاعمال التي انا اعملها ان امنتم بي تعملون اعظم منها؟ مش احنا بنقول مفيش معلم افضل من سيده؟ فالمقصود ايه المقصود يعني انجاز القول اننا نعمل اعمال اعظم من اعمال الله؟ فارجو من حضرتك التوضيح وربنا يبارك. تمام، شكرا يا اخت نهال، شكرا كتير، ربنا يباركك. تفضل اخي. يعني طبعا المسيح عندما اقام الموتى ما حدش على الاطلاق اقام ميت بعد ان انتن، لا قبل المسيح ولا بعد المسيح. يبقى إذن ما حدش يعمل أعمال أعظم من المسيح من هذا النوع. كمان يعني كان يصلوا لله في العهد القديم، لكن المسيح كان بيتكلم أيها بالزبط. الشاب لك أقول قم، بيعطي الأمر مش لعازر هلم خارجا. تمام يعني. يبقى دي نقطة. لكن ماذا تعني أعمال أعظم يعملها؟ أعتقد إحنا النهاردة أنا وإنت أخ نزار إنجاز لي أن أقول بكل تواضع نحن نعمل أعمالا أعظم من المسيح. من جهة إيه؟ صوتنا بيوصل إلى ملايين البشر. المسيح عندما كان هنا على الأرض كان محصورا في دول في بلد إسرائيل، يعني لم يذهب خارج حدود إسرائيل إلا عندما كان مطارد من هيرودس الشرير فنزل إلى مصر. لكن خدمته كانت فين؟ محصورة في بقعة جغرافية محددة. وهو قال لي صبغة أصطبغ بها وكم أنا محصور حتى تكمل. فكان حدود خدمته محدودة. اللي أمنوا بالمسيح على ما نفهم كانوا يزيدوا عن 500 بعدد بسيط، لأنه ظهر أكثر لأكثر من 500 أخ دفعة واحدة. بطرس من عظة واحدة خلص 3000 نفس. هذا لم يعمله المسيح. أعتقد عند مش بيتكلم عن المعجزات، يا حد يعمل معجزات أعظم من المسيح؟ ما حدش عمل معجزات لا زي المسيح ولا أعظم. لكن العمل اللي احنا بنعمله أن يصل صوت الإنجيل إلى ربوع الدنيا، كل قارات العالم تسمع، ويخلصهم بالمئات وبالآلاف أحيانا زي ما حصل مع الرسول بطرس. هذه الأعمال أعظم، بس برضو مش بالانفصال عن المسيح. بيقول تعملون أعظم لأني ذاهب إلى أبي ومهما سألتم أنا أعمل. يبقى برضو المسيح في النهاية هو اللي بيعمل فينا. وإلا ما كان يبقى كل شغلنا ولا قيمة له على الإطلاق. وطبعا بالنسبة للتلاميذ سواء بطرس أو بولس في إقامة الموتى كانت طبعا الطلب باسم الرب يسوع المسيح. وما أبعد الفرق بين واحد نتن وأخته بتقول له يا سيد نتن خلاص ما فيش أمل، وبين واحد يا دوبك نفسه فيه يعني يا دوبك ميت حالة. طبعا في فرق.